السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لا إله إلا الله. حرام يا ست الكل، عقبال ما اشوفك كده بتختمي القرآن في الكعبة يا رب. ايه الكلام الجميل ده يا رمضان؟ عموما يا سيدي جامع عن ان شاء الله، شكلك كده مبسوط صح؟ قوي. طب هتبسطني يا اخويا معاه؟ كريم اخويا خطب سناء ليوسف. بجد؟ يا ما انت كريم يا رب، اخيرا. بس يا وليه اتجننتي؟ هتغلطي على سجادة الصلاة. والله سمعت الشيخ في التلفزيون بيقول مش حرام. والله انا مش عارف ايه الشيوخ اللي انت بتسمعيهم دول. خلاص اعمل. بس تعرفي؟ على قد ما انا فرحان على قد ما انا خايف. ليه يا اخويا خايف من ايه؟ انا لسه ما خلصتش من جهاز رضا، هدخل في جهاز سناء. بعدين سناء بنتك ايه؟ مرخرها بالسما، بتقرفني بقى في طلباتها. لا ما هو كيف العسل بقى يجيب له معلقه. اه احنا هنجهز على قدنا، وهي بقى يعني لو محوشه قرشين كده ولا كده تساعد. اه تعرف يا سعاد، انا زي ما جهزت اختها هجهزها. انا ما عنديش لا خيار ولا فقوس. انا هقوم افرحها. لا انت عبيطه، خليها مفاجاه، ملايين بكره بعد الفطار. خلاص طالما انت شايف كده يبقى خلاص مش هقول لها دلوقتي. ربنا يا اخويا يخليك ليهم لحد ما تجهز كده وليد وتخلص من همه هو كمان. شيخه ودي ما طول العمر. يا اخويا انت لسه صغير. هي القطايف خلصت؟ لا عندنا، هقوم اجيب لك. سلام على اللعب واللعيبة، مش الهوكش اللي احنا بنشوفها عندنا. لو عندي في القهوة ينزل الواد ميسي ده، كنت حطيت منهم عيل على النصبة وعيل جرار يور كده في الصالة، كنت فتحت كافيه في أحسن حتة فيك يا مصر. خرب بيتك يا رولاندو، عمال تجيب في البرشا جوان. هناو يا حبيبتي. حبيبي قوم بللنا شوية البلح دول. بلح الا بلا وليه؟ اتجننتي في عقلك ولا ايه؟ ترى يا راجل لو بتحبني قوم بل شويه البلح. هتقولي بل بلح تاني؟ بلح ايه وليه؟ انت عايزين تسيب ميسي ورولاندو عشان ابل شويه بلح؟ بل شويه بلح يا حاج، انت اتجننتي؟ بلح الا بلو، اللهم اني صايم. وهو انا قلت حاجه؟ وانا بحب البلح ده ولا بطيئه؟ ما انت اللي بتكسر عليه صيامك كل يوم. انت ما بتخلصيش بقى. بلح الا بلو، انت اتجننتي يا وليه ولا اتخبلتي؟ انت خلاص عشان اتجوزت خدت عليا وقوم بل البلح يا حاج. بلح الا بلو. ايه الجنان ده؟ لا انا هكمل الماتش ده على القهوه احسن، لو قعدت شويه كمان هبل البلح. بلح الا بلو يا وليه، اتجننتي؟ بل البلح يا حاج، بل البلح. قرف. مالك يا حاج حناوي؟ لا بتقولي بل البلح، بل البلح، ما اعرفش بلح الا بلو. الله عنه ما تبل يا اخويا. بلح الا بلو، ما تنزلش بلح على ايه النهارده يا هلا. بل البلح يا حاج. ايه اللهم صل على النبي خير، جاي بزعبيبك ليه يا معلم حناوي؟ وما تهدى. وانت مالك انت، اهدى ولا ما اهداش؟ يا معلم حناوي ما تخش عليها حلو وكلمني حلو. انت هتعلمني اكلمك حلو واكلمك حدي؟ هو ايه حلو ايه يا حاج؟ ما بص كويس ان انت جيت عشان تشوف الخروف اللي هو بيتذبح. فين ده؟ اهو البطه اللي انت جايبها دي. دي بطه دي؟ مش ده الخروف اللي انا شاريه؟ هو ده الخروف اللي انت شاريه؟ لا الخروف اللي انا شاريه اكبر من كده. اكبر من كده يعني كان جمل يعني؟ التاني كان فيه علامه سوداء في دماغه ومكتوب عليه الحناوي. هو ده اللي بعته صبر ومكتوب عليه الحناوي. هو ده؟ اه هو ده. ماشي. هو ايه اللي ماشي؟ انت بتهددني في ايه يا عم؟ هتعمل ايه؟ هتشوف. الو
ايوه حاج. لا مش تمام. تبعت لي خروف معظم وتقول لي تمام؟ طب عظم اخرس هلا. الكان اللي انا اخترته مكتوب عليه الحناوي، في علامه سودا في دماغه. هو ده اللي بعته. تقول ايه؟ طب ماشي، انا هفتح لك السبيكر. قول الكلام ده قدامه. افتح السبيكر. يعني هتفتح ايه؟ قول يا حاج. الجدع الطباخ بتاعك خد اللي عليه اسمك وواحد تاني. شكرا يا حاج. بيقول اي كلام انت بتصدقه؟ انا من اول ما شفتك قلت عليك حرامي. حرامي ايه يا حاج؟ ضحكت عليك بتخوننا انا يا عمي. ايوه انت بتخوننا يا حناوي. انت حرامي وستين حرامي. انا مش حرامي يا حناوي. انا Shut up!